طبعا هاي القصيدة إهداء إلى وطن الجريح ولا شهداء العراق وشهداء ساحة الطيران وباب الشرطي تحديدا. فغم الموت، غم الموت ياخذ وين الإعزاز ووين المام عوس بالمقابة يا عم القبر ما يوهم للصغار وحس الموت بس ويانا شاطة عايف للسياسة بنص الفلوس ويركض على الفقير يسوي داية شنو ذنب اللي يريد يعيش مرتاح ويلقى الموت ناصب يم مشادة تطلع تصرخ بحقك كتلوك ترجع ترجع تشتغل تنحسب خاسر بكلهم بالوطن لازم يصح موت ولازم بالأخير نضحي زاير يمتى يرد وطننا وناجع بخير وما نرجع نشوفه بدم حايا يمتى ويمتى حيل هوايد نقول ومنتظرين ترجع وطن زاهر طبعا صحيح. الرحمة والغفران لكل الشهداء اللي استشهدوا بسبب الأعمال الإجرامية واللي استشهدوا أيضا بسبب تضحياتهم إلى أرض الوطن. الرحمة والغفران والخلود لهم طبعا الله يرحمهم وحسبي الله ونعم الوكيل على كل من لم يصون الأمانة اللي موكلة إله وما قدر يحافظ على أرواح كل المواطنين اليوم. دم هذول الشهداء برقاب كل المسؤولين من دون استثناء كون إنه هم مسؤولين عن حماية كل مواطن بهذا البلد وتم اختياره حتى يحقق أمن وأمان. ما نقدر نقول غير الله يرحمهم وحسبي الله ونعم الوكيل.